بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وضحت في الحلقة اللي فاتت بالأدلة والبراهين تحريف الكتاب المقدس، وإنه كتاب غير منزل من عند الله باعتراف علماء المسيحيين. وبالرغم من كده نلاقي المسيحيين مصرين على إن المسيح اتصلب ومات علشان يفديهم من خطية آدم، وإن إيمانهم مبني على كده، وما زالوا مستندين بإيمانهم ده على الكتاب المقدس اللي وضحنا إن اللي كتبوه مجهولين، وإن الكنيسة هي اللي كتبت أسفاره، وإنه مش وحي إلهي. المسيح صلب وقبر وقام، وإيماننا في المسيحية مبني على كده. لا طبعا، المسيح أكيد هو صلب، وصلب علشاننا، علشان يحمل كل خطايانا على الصليب. طبعا المسيح صلب، وده إيماني. أنا إيماني إن المسيح 100% صلب، وعندي أدلة كتير على كده. الأدلة الكتابية، الكتاب المقدس بيقول إن المسيح صلب، كل النبوات في العهد القديم بتقول إن المسيح صلب. بس كفاية كذب. فتعالوا مع بعض نشوف الأدلة اللي بيستندوا عليها في صلب المسيح من الكتاب المقدس، ونبدأ بالنص اللي موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث عدد 16. هكذا أحب الله العالم، هكذا بيعتبروها، هكذا كده، يعني كده يعني من غير سبب. هكذا ساعات يعتبروها، مقصود بيها يعني من غير سبب، مش لقيلها تفسير. هكذا أحب الله العالم لدرجة حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم. قال في شرط؟ لا، ما في شرط. حب كل العالم وأعطى خلاصه لكل العالم. طب مين اللي يخلص؟ اللي يقبل. مين اللي مش هيهلك؟ اللي يقبل هذا الخلاص. حر، مريد، عاقل. تحب أكمل لك الجزئية الثانية؟ شوف بقى، حتى بذل ابنه الوحيد. شوف، أنا بحبك إلى أي درجة؟ نعم، أن كلمة الله المسيح جاء من السماء، ما أخذ طبيعتنا البشرية ومات بهذه الطبيعة البشرية. ليه بتعمل كده يا رب؟ أنا بحبك. طب أنت عملت كده ليه؟ يعني إيه اللي مخليك أنت يعني محوط حولي كده؟ أنا ممكن يحصل لي إيه؟ يقول لك كده، بص، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طب عايز تديني إيه؟ لكي تكون له الحياة الأبدية. ده الإله يا أخو. ثبت العقل والدين يا رب. أيوة، ده الإله اللي حب العالم وكره ابنه لدرجة أنه موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والغريب أن كل مسيح بيؤمن بأن النص ده هو نص معصوم ومقدس، لأن كاتب إنجيل يوحنا اللي هو مجهول كتب إنجيله بمعونة وإرشاد من الروح القدس. ومعنى النص على حسب الأيمان المسيحي، أنت الله أحب العالم للدرجة اللي خليته يضحي بابنه الوحيد علشان يتصلب ويموت على الصليب، وتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن بالابن فادي ومخلص ليه. أولا، النص ده مش تقرير من الله سبحانه وتعالى، ولا هو من كلام المسيح، فده رأي للي كتب إنجيل يوحنا، يعني مجرد رأي لا أكثر ولا أقل. فهل المسيح قال أحبكم الله حتى بذلني لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ فالتحريف واضح في النص علشان تدعيم فكرة الصلب والفداء. وبالرجوع للأصل اليوناني نلاقي النص بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد الجنس لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وما فيش أي أصل الكلمة بذلة في المخطوطات، وكل النصوص جت بمعنى يعطي أو يرسل، وده نفس المفهوم اللي استخدمه يوحنا في رسالته الأولى عن المسيح لما قال بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. وفي نص تاني في إنجيل يوحنا بيأكد المعنى على لسان المسيح نفسه، وبيقول لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. فهنا بقى المسيح بيتكلم عن إرساله مش بذله بالصلب والقتل. ثالثا، في إشكاليات كتيرة في النص، منها أن ربنا في سبيل حبه للعالم قتل ابنه، فالابن هنا هو اللي هلك علشان إنقاذ العالم. فهنا في مشكلة في التعبير عن محبة الله لابنه،
فمش معقول يكون أحب ابنه وفي نفس الوقت بذله. ومن المفترض أن الكتاب المقدس بيقول أن الآب بيحب الابن، ولكن مع نص يوحنا بيحصل عكس كده، فنلاقي أن الآب أحب العالم أكتر من ابنه لدرجة أنه ضحى بيه. النقطة التانية أن النص بيقول أن الله هو اللي أحب العالم، والمفروض نتيجة وأثار الحب ده أن الله هو اللي يتحملها، ولكن مع ذلك ضحى بابنه. فالوضع الطبيعي ان الابن هو اللي احب العالم. وللتوضيح اكثر هقول مثلا ان الجندي بيحب وطنه، علشان كده بيموت ويفدي وطنه بنفسه في المعركه، وده الطبيعي. مش بيجيب ابنه او حد مثلا من قرايبه ويقول له روح موت بدالي علشان انا بحب وطني. ومن هنا هتكتر التساؤلات عن محبة الآب، فيا ترى هو حب مين بالظبط؟ وبما إن الابن هو اللي ضحى بنفسه، يبقى الوضع الطبيعي للنص هو هكذا أحب الابن العالم حتى بذل نفسه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالأب ما حبش العالم لأن اللي مات على الصليب هو الابن على حسب اعتقاد المسيحيين. والنقطة الثالثة متعلقة بطبيعة الآب والابن. فالآب والابن من نفس الجوهر أو الطبيعة الإلهية الواحدة في الإيمان المسيحي، وليهم نفس العلم والإرادة. فالآب إله والابن إله، وده معناه إن علمهم أزلي وأبدي وعندهم نفس القدرة. فإزاي الآب يبذل الابن؟ فالمفروض بما إن الابن كإله يكون عالم بكل شيء وما ينفعش يقع عليه فعل، والمفروض إن علمه زي علم الآب، لأن كل ما هو للآب هو للابن، فمستحيل إله يقع عليه فعل، ومفيش حاجة اسمها الآب يبذل الابن. أما النقطة الرابعة ففكرتها بتدور حول محبة الله للعالم، واللي مرتبطة بفكرة الخلاص. والخلاص تم بقتل إنسان بريء وهو المسيح. فاللي قتل المسيح هم اليهود اللي كان عندهم شريعة الوصايا العشرة، واللي من ضمنها لا تقتل. ولما قتلوه وقعوا في خطية القتل، وكان لابد من قتله علشان يحصل الخلاص. إذن الخلاص من الخطية تم بارتكاب خطية، فبالتالي غفران الخطية تم بارتكاب خطية، ويصبح شعار المسيحية اقتل لتخلص. ومع ذلك فكاتب إنجيل يوحنا دعا لإيمان تاني مختلف تماما عن الإيمان بالمصلوب على لسان المسيح رب وإله المسيحيين، اللي دعا إلى الإيمان بالله والآب فقط دون الإيمان بالابن أو الروح القدس علشان ينال الإنسان الحياة الأبدية. والدليل في النص اللي بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هنا معرفة الإله الحقيقي الإله الواحد الذي لا شريك له، والإيمان بوحدانيته، أي الإيمان به وحده دون الإيمان معه بالابن والروح القدس، والإيمان بأن أرسل يسوع المسيح هو الطريق الذي يؤدي إلى نيل الحياة الأبدية. ويقول أيضا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ومعنى النص إن اللي هيسمع كلام المسيح ويؤمن بإن اللي أرسله هو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا إله معه هتكون ليه الحياة الأبدية ومش هيدان أبدا. وبكده كاتب إنجيل يوحنا بيناقض نفسه، فمرة يقول إن الحياة الأبدية هتكون للي بيؤمن بيسوع المصلوب، ومرة تانية يقول إن الحياة الأبدية هتكون للي بيؤمن بوحدانية الله ويؤمن بإن يسوع المسيح رسول الله. وبالتالي يكون نص يوحنا الإصحاح الثالث عدد 16 نص باطل ومحرف وغير صحيح، لأنه بيتعارض تماما مع نص يوحنا الإصحاح 17 عدد 3 ونص يوحنا الإصحاح الخامس عدد 24. واللي يراجع نص يوحنا الإصحاح الثالث عدد 16 يلاقي أن حب الله للعالم مشروط وواضح وضوح الشمس، وهو لكي لا يهلك كل من يؤمن به. علشان كده المنصر وحيد وقع في ورطة كبيرة جدا لما بدأ يشرح النص ده وقال لأنه هكذا أحب الله العالم. أحب العالم، العالم ده مين بقى؟ كل البشرية، كل المليارات المليارات اللي من آدم لحد ما يأتي المسيح مرة أخرى، هو بيحبهم. إن كنت شرير، إن كنت طيب، إن كنت مؤمن، إن كنت غير مؤمن، كل ده ما يهموش. قال في شرط؟ لا ما في شرط. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الإبل. هو فعلا كذاب كذب الإبل، لأنه بعد ما قال ما في شرط لحب الله للعالم رجع وناقض نفسه وقال حب كل العالم وأعطى خلاصه لكل العالم. طب مين اللي يخلص؟ اللي يقبل. مين اللي مش هيهلك؟ اللي يقبل هذا الخلاص.
ومن النصوص اللي بتأكد إن محبة الله مشروطة ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 13. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. في إنجيل متى الإصحاح 25 عدد 41. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. إذا كان المقصود بأحب الله العالم المؤمن وغير المؤمن، فإيه فايدة المحبة اللي مش بيؤمن ويدان ويهلك ويدخل النار الأبدية؟ ونلاقي المسيحيين دايما بيقولوا إن الله خلقنا لأنه بيحبنا والله محبة، وده بيتناقض مع العقل وما جاء من نصوص في الكتاب المقدس. فالرب في الكتاب المقدس أمر اليهود بقتل ناس كتير في العهد القديم، ومش ممكن يكون الله اللي بيزعموا إنه محبة يؤمر بعض شعبه اللي خلقهم علشان المحبة يقتلوا شعوب تانية يفترض إن خلقهم علشان المحبة برضه. فمن النصوص اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي بتوضح إن المحبة مش مطلقة ما جاء في سفر اللاويين الإصحاح 20 عدد 23. ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. في سفر المزامير: لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم، أبغضت كل فاعل الإثم، أبغضت كل فاعل الإثم. تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب، يكرهه الرب، يكرهه الرب. وسؤالي للأصدقاء المسيحيين: هل الرب عندكم بيحب نيرون اللي قتل بولس وبطرس؟ وهل بيحب اللي قتل مرقس الرسول في مصر؟ وهل بيحب دقلديانوس اللي قتل ناس كتير من المسيحيين؟ وهل بيحب ربكم اللي عذبه وبصق عليه وصلبه بحسب اعتقادكم؟ والقرآن الكريم وضح معتقدهم في الأمر ده، فقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالإسلام أوضح محبة الله بشكل واقعي بدون لف ودوران، وكانت أثر محبته على كل اللي آمن بالله الواحد الأحد وآمن برسوله وآمن برحمته التي وسعت كل شيء من غير ما يضطر أن يخلي مخلوق من مخلوقاته يبصق عليه. فالإسلام حفظ قدسية الله ووضح أهمية الإيمان، وده عكس المسيحية اللي شعارها الله بيحبك، ولكن إذا ما أمنتش بأن الله بيحبك هيحرقك في بحيرة الكبريت. والناس اللي بيستشهدوا بيه هكذا أحب الله العالم بيثبت أن الله بيحب المؤمنين بيه فقط، أما غيرهم فمصيرهم بحيرة الكبريت، وساعتها مش هينفع معهم محبة ولا غير محبة. فهل نزول الله على الأرض علشان يخلي الإنسان يضربه كان الحل علشان يقبل الله الإنسان؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ونص آخر يستدل به المسيحيين على صلب المسيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.